وبعدين انت ما شفتش برضو كل المسؤولين كانوا حاصلين او اخذوا اللقاح، يعني كل المسؤولين حضرتك لو تابعت والفنانين والرياضيين وغيرهم اخذوا اللقاح واعلنوا ده على صفحاتهم، وكان الموضوع لايف يعني علشان برضو يطمنوا الناس يعني. فلحد دلوقتي الحمد لله ما فيش اي اضرار ناتجه عن هذا الفاكسين، فالناس عارف برضو بتقول لك لا انا مالي واللونج ران وانا بمضي على نفسي والكلام ده كله، يعني متفهمين برضو النقطه دي، واكيد وزاره الصحه ووزاره الصحه العالميه متفهمه النقاط اللي عند العالم كله، في بعض التخوفات عند العالم كله اكيد مش عندنا بس في مصر، ولكن لو كان الموضوع فيه خطوره بنسبه كبيره ما كانش العالم كله اخده، ما كانش رؤساء وملوك العالم وزي ما كنت بقول لحضراتكم يعني الناس المعروفه وغيره وغيره وغيره. فخلينا بس نبعد شويه عن فكره هنا برضو السوشيال ميديا والكلام اللي بيتردد عليها، لان زي ما احنا قلنا مش كل حاجه بتبقى صح، لكن انت لو عايز معلومه صح روح اسال متخصص، هو ده اللي احنا نعرفه دايما، احنا بنقول روح لصاحب المصدر، يعني بلاش نروح ننساق ورا بوستات مجهوله وحد يقول لك لا ده انا اعرف حد اخذ الفاكسين ومش عارفه جاله شلل ولا التاني جاله مش عارف ايه، حاجات بقى سمعناها برضو كتير جدا از يعني لا سايد افكتس للقاح، الكلام ده ما في يعني لم يثبت حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها في اي دوله في العالم. فدي نقطه. النقطه الثانيه برضو اتكلمنا كتير جدا، كان في بعض الارشادات وزاره الصحه كان بيتكلموا عنها، ممارسه الرياضه، الحفاظ على شرب سوائل كتيره جدا برضو بتبقى شيء كويس عشان احنا لا نصاب بالكورونا يعني، فدي حاجات او ارشادات كلنا لو قدرنا ان احنا نلتزم بها ممكن هي تقوي من مناعتنا. لكن يعني نهايه لازم نقول ان الموضوع لسه ما عداش يا كريم طبعًا. الموضوع لسه طبعًا. لا في لسه اعداد كتيره جدا يعني للاسف الشديد بتصاب بالكورونا، فالموضوع مش بسيط يعني، او حتى عدى ناس تقول لك خلاص بقى ما بقاله سنتين، هي لا تقاس بالمده، ف ربنا يسلم الفترة اللي جاية، بس مهم ان احنا كمان نعمل اللي علينا. انا واحد من الناس كنت متخيل ان هوند ان بعد كورونا وبعد اللي حاصل جراء كورونا ان احنا او على الاقل كتير مننا هيبتدي يغير طريقته في التعامل مع الصحة، لان احنا ناس واصلين لمرحلة من الكفتة ان احنا بننصح بعض بالادوية، يعني بقى انا راجل مريض وجنب مني مثلا واحد تاني مريض بقول له لا خلي بالك بقى ده انا خدت كذا الدواء الفلاني، واقول له ده العادي ده زبادي، الله طب مش نسال الدكتور يعني. اتمنى ان النوع ده من الاداء العشوائي في التعامل مع الصحه يتغير، وده اللي لازم يحصل. انت فكرتني بحاجه بقى ونقولها يعني فاكر انت كنت طالب مني دواء معين بسيط حاجه مش دواء اصلا حاجه كده يعني زي فيتامين يعني بالضبط. ولما سافرت في اوروبا ما فيش حاجه اسمها تخش تقول انا عايز حتى الفيتامين ده، يقول لك فين البريسكريبشن، فين الروشتة، فين الدكتور قال لك. فمتخيلين حضراتكم الوعي لغايه ايه؟ احنا هنا ممكن نخش من غير روشته ونجيب ادويه وخلاص يعني، لا لا ده خطر خطا وغلط جدا، فنتمنى يكون في وعي اكتر من كده، هي دي النقطه.